سياسة التباعد الاجتماعي في مواجهة كورونا السياسة الموحدة اليوم حول العالم. ألمانيا قررت فرضها وإلزام مواطنيها بها بوسيلة مختلفة نوعاً ما. فماذا قررت؟ غرامة مالية تقدر ب 500 يورو حال مخالفة التعليمات والوقوف جنباً إلى جنب وعدم احترام التدابير التي حددتها السلطات الألمانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. مبلغ الغرامة ليس بالقليل، ولا سيما والعالم أجمع يئن تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة، ولكنها من وجهة نظر الحكومة الألمانية السبيل الأمثل لإجبار المواطنين على التباعد منعا لانتقال فيروس كورونا. القرار الجديد لا يخص برلين العاصمة الألمانية وحدها، وإنما يشمل المقاطعات الألمانية الـ16 وإن باختلاف مبلغ الغرامة. مقاطعة بافاريا مثلاً، أكبر مقاطعات ألمانيا والأكثر تضرراً من فيروس كورونا، قررت أن يكون مبلغ الغرامة 150 يورو، بينما مقاطعات ألمانية أخرى فرضت 200 يورو غرامة عدم احترام سياسة التباعد. ألمانيا ابتكرت الفكرة، فهل تلجأ لها دول أخرى لإجبار مواطنيها على التباعد الاجتماعي؟ عليا عز الدين، العربية.